حضارة الإسلام سادت وفاضت، فارتوى من نبعها قريب وبعيد. مرت سنون وقرون وما زالت تحيا بيننا، ولها في كل يوم مريد. مظاهر العمارة العربية الإسلامية الظاهرة للعيان في كل مبنى وشارع في إمارة الشارقة تنبع من الفهم الصحيح لمعنى الحضارة والتمسك بالجذور والانطلاق منها إلى مواكبة ركب الحضارة العصرية. ولا يخلو مبنى حكومي ولا مسجد من لمسة هندسية إسلامية رائعة تظهر جمال الحضارة الإسلامية بأبهى صورها. يقترن اسم الشارقة في ميادين الفكر والمعرفة باسم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي كرس حياته وجهوده لإغناء الحياة الثقافية والمعرفية في شتى المجالات، وجعل الإمارة مثالاً للتناغم والتمازج الاجتماعي والثقافي، فحصدت ما زرعت. هوية أصيلة ترتبط بجذورها العربية الإسلامية الصرفة، تلك هي أهم سمات إمارة الشارقة. فأينما ولى المرء وجهه في مدن الإمارة وقراها من مدينة الشارقة وحتى مدن المنطقة الشرقية دبى الحصن وخورفكان وكلباء، وجد الشواهد العربية المستمدة من الإرث الحضاري التليد للأمة الإسلامية، فما بين الطراز الأندلسي والمغربي والمملوكي والفاطمي والعثماني والطراز المحلي يتجلى التنوع والتمازج الفريدان. وربما جمع المبنى الواحد أكثر من حلية معمارية، من أكثر من مدرسة معمارية بمهارة الفنان البارع. مباني مدن المنطقة الشرقية
وليدة حضارة معمارية عربية إسلامية أصيلة، تزخر بملامح تاريخية عريقة تضفي على هذه المدن طابعاً مميزاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث التاريخي السائد فيها، ويرسخه هوية ثابتة لا يمحوها الزمن مهما طال وتباعد. تروي تصاميم مباني مدن المنطقة الشرقية المميزة ونقوشها وزخارفها الأخاذة قصة العمارة الإسلامية بجمالها وثرائها. في هذه المباني يتجلى الذوق الإبداعي الرفيع لفنون العمارة العربية والإسلامية في شتى عصورها وصورها، وبما تتحلى به من تفاصيل دقيقة، وبما تزينها من جواهر فنية جمالية تبدو في أبهى حللها في أعمدتها وقبابها وأقواسها، ما يجعلها تحفاً معمارية فائقة الجمال تشد أبصار متذوقي الفن الرفيع، وتضفي جمالاً وحسناً على المدن، وتذكر بحضارة معمارية قل مثيلها في العالم. وتتجلى إحدى قيم الساحل الشرقي لإمارة الشارقة في تفرد مدنه وقراه بمبان قديمة وحديثة جلها مستوحاة من العمارة الإسلامية التي تعيد إلى هذه المنطقة التاريخية سابق عهدها. علاقة شديدة الخصوصية لا تخطئها العين، تربط إمارة الشارقة العصرية بماضيها المجيد وتأكيدها وحرصها الدائمين على إبراز الطابع الإسلامي في الفن المعماري لمساجدها ومبانيها الحكومية والرئيسة كافة. في دبا الحصن يتعانق الماضي مع الحاضر، فهي تعيش اليوم بكل محاسنه، وعينها على عراقة تاريخها وتقاليد أهلها العربية الأصيلة المستمدة من ينابيع الشريعة الإسلامية الصافية، فلم يفقد التطور ومواكبة العصر دبا الحصن رونق الحياة التقليدية القديمة وسحرها، فبالرغم من نهضتها العمرانية العصرية الشاملة لم تتخلى المدينة عن تاريخها وإرثها العريق الذي يتجلى واضحا في مساجدها
ومبانيها الحديثة. سماها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المدينة الفاضلة عندما افتتح بعض مبانيها الجديدة، وهي اليوم تحفة الساحل الشرقي لما تزهو به من مرافق وخدمات عصرية في مبان ذات طراز إسلامي متميز فريد. من معالم دبا الحصن العمرانية البارزة مبانيها الحكومية 16 المنثورة كاللؤلؤ المنضود على طول شارع العقد الفريد، مكونة منظرا بديعا يجسد تاريخ المدينة العتيق ومجدها العريق، ويظهر ذلك جليا في تصاميم المباني المستوحاة من العمارة الإسلامية المنسجمة مع طبيعة دبا وتاريخها والمكونة من طابقين تصطف في خطين مستقيمين على جانب الشارع، وتزين مدخل المدينة بدءا بمبنى المركز الثقافي وانتهاء بالجامع الكبير المطل على البحر والمحاذي لميناء دبا الحصن الجديد. العمارة الإسلامية كانت أحد رموز حياة المسلمين التي تراعي خصوصيتهم ونهجهم في الحياة، ففي المساجد لا بد من وجود مئذنة لإيصال صوت المؤذن إلى أطول مسافة في غياب أجهزة الصوت الحديثة حينذاك، كما تقتضي الضرورة أن تعلو المسجد قبة داخلية تعين على تضخيم صوت الإمام والخطيب وإيصاله إلى المصلين في المسجد. أما المشربيات فكانت تستخدم لستر النساء المصليات فضلاً عن إضفائها على المسجد لمسة جمالية قديماً وفي عصرنا، وهذا ما نراه في مساجد الساحل الشرقي لإمارة الشارقة. في دبا الحصن 22 مسجدا، أكبرها مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي الذي يتسع 3000 مصل. تعلو المسجد وهو أحد معالم دبا الحصن الرئيسة مئذنتان، ارتفاع كل واحدة منهما
54 مترا. يستوحي الجامع شكله المعماري من الطراز الإسلامي، وهو مزين بالنقوش والزخارف الفريدة ليكمل بها جمال عقد المباني القائمة على طول شارع العقد الفريد. هذه السمات العمرانية العربية الإسلامية البارزة على المباني والصروح الثقافية والدوائر الحكومية والمساجد تزداد تجلياً وروعة وبهاء بمهرجانات ثقافية فنية لا تنقطع على مدى العام، تعرف بهذا الإرث الحضاري وتلقي على واجهات مبانيه مزيداً من الأضواء والألوان تبرز جماليات تلك التفاصيل العمرانية، تعزز هوية الفن المعماري الإسلامي الأصيل والانتماء لحضارة إنسانية طابعها الإبداع وديدنها التواصل الحضاري مع الأمم وعمارة الأرض بكل ما هو جميل ونافع ونبيل. كل ذلك تعبير عن الهوية القومية الدينية والانتمائية الوطنية للإمارة، باعتبار أن هذا النوع من الفن نتاج إبداع إنساني ولون من ألوان الثقافة الإنسانية. ومدن الساحل الشرقي بمعمارها العربي الإسلامي أيضاً لوحة جميلة تختلف عن سواها من المدن، وتؤكد الحفاظ على هوية متميزة تمثل امتداداً للحضارة الإسلامية القديمة لتصبح زهرة المدائن الإسلامية بجمعها بين الفن والعراقة والحضارة والأصالة والتحضر، ووراء كل ذلك حنكة سامية لقائد مخطط بعيد النظر واسع الفكر صاحب السمو حاكم الشارقة. بفضل هذا الاهتمام السامي وكثير من الجهود الثقافية والمعرفية الأخرى أصبحت الشارقة إمارة الثقافة والفكر والنهضة الحضارية والمعمارية منطلقة من دورها الريادي في المنطقة على صعيد رعاية الفنون وتكريس قيم الثقافة الأصيلة، ومن قدرتها على صياغة هوية حضارية تجمع بين جذورها الإسلامية وإرثها التاريخي وبين المعاصرة والانفتاح على الثقافات الإنسانية المتعددة. Thank you.
توالى تتويج الإمارة بأشرف الألقاب وأنبلها، فهي عاصمة العرب الثقافية لعام 98 و900 وألف، بتزكية من المؤتمر العام للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، وهي عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 14 و2000، تقديراً لإسهاماتها الجلية في المحافظة على الثقافة المحلية والعربية والإسلامية وتعزيزها ونشرها، واعترافاً بأصالة المشروع الثقافي للإمارة وعمق الرعاية والجهود الثقافية التي بذلها صاحب السمو حاكم الشارقة على مر الأعوام، وتتويجاً لمسيرة متواصلة من العطاء والعمل لخدمة الثقافة الإسلامية على المستويين العربي والعالمي بعلمها ومنابرها وصروحها الثقافية ومساجدها وموروثها العربي الإسلامي. وهي أيضاً عاصمة الصحافة العربية لعام 16 و2000، بتتويج من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية، وجاء اختيارها لهذا اللقب تحت شعار ثقافتي أساس مهنتي، الإعلام ثقافة المجتمع، وذلك لاهتمام الشارقة بالشأن الثقافي وتطلعها إلى أن تكون مركزاً إعلامياً عربياً وعالمياً يتميز بالمحتوى الثقافي والمعرفي. أكرم بها لحضارة العرب عاصمة يحيي أهلها أمجاد من سلفوا، فالأغصان لا بد باقية والثمار يانعة إن صان الجذر من خلفوا.